السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. فيديو متداول في تركيا، مشهد غريب، في أماسي قطيع من الأغنام يدور على في دائرة باتجاه عقارب الساعة. شهدت مدينة أماسي التركية حادثة غير عادية في إحدى مزارع الأغنام، حيث دارت أكثر من 400 رأس من الأغنام في دائرة باتجاه عقارب الساعة لمدة دقائق بعد لقائهم الأول مع 30 كبشان. إلى أن هذا المشهد الغريب أثار الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة بين الناس، حيث ربطه البعض باقتراب موعد زلزال محتمل، ولكن لم يثبت أي دليل علمي يدعم هذه الادعاءات، مما يشير إلى أن ما حدث قد يكون مجرد سلوك طبيعي من الأغنام. المهندس الزراعي بورا المسؤول عن تربية الأغنام في المزرعة أوضح أن هذه الظاهرة تحدث خلال فترة إدخال الكباش، الذي تتم خلالها إبقاء الكباش مع الأغنام لعدة أسابيع، وأضاف أن سلالة بافرا المحلية التي تربى في المزرعة تتميز بمعدلات عالية من الولادات المتعددة، ويتوقع العاملون في المزرعة ولادة أكثر من 6000 حمل خلال الموسم القادم.